مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشر معكم من مدينة الدار البيضاء. عطيني هذاك الصورة ديال الوالدة ديالك. كيفما كتشوفوا أمامكم مشاهدينا، هاد الشابة كتقلب على الأم ديالها اللي اختفت. كتقول بانه مشات تصلي هي وياها، ولكن يعني هي خلاتها على برا في الجامع ياك. كانت على برا في الجامع ملي خرجت هي اختفت بإذن. ملي كانت الناس يوصلوا لها برا خرجت وعطيتها، اما ملي اختفت بإذن ملي كانت معايا. واخا، اذا مشاهدينا تابعوا معنا هذا البث المباشر باش نتعرفوا على باقي التفاصيل ديال اختفاء الام ديالها. السلام عليكم اختي. لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ لاباس الحمد لله. قولي اختي، كتعيشي هنا في كازا؟ اختي حنا عايشين في لواش بوزينان، واختي انا مثلا نجي عند عائلتي هنا في بلاصه الساعه. اها، حنا الاصل ديالنا يعني من هاد الكازا. شدي عفاك الصوره ديال ماماك باش تبان في. والمهم عندي عائلتي هنا في عندي تقريبا، وكنجيو عندهم هنايا، كنجي انا هنا هنايا عند الناس بحال هكا. المهم الوالده ديالي اختي مريضه. واخا عاودي لنا كيفاش اختفات؟ المهم كيف ملي سبحان الله ملي جينا حنا طالعين من الهراويين وصلنا لهنا الحي الصناعي، أذن لنا المؤذن، دخلت أنا اختي نصلي، هي يعني هي فاقدة طهرة ديالها، ما هي كاش غتدخل المسجد، هي ما غتبغيش. أول حاجة ثاني شيء ما غاديش تدخل المسجد، ما بغاش. كيفاش فاقدة الطهرة ديالها؟ واش ما مضياش ولا؟ أه ما مضياش. أها، هي فاقدة الذاكرة ديالها، ما عاقلاش. المهم هبطنا بحال هكا للمجموعة ستة، ماشي بحال هكا تمايا، فاش أنايا غادي سبحان الله ناخذ شي حاجة وندوز في الجردة وهكذا، صافي لقيت اختفت من إيدي. ملي مشيت أنا سبحان الله ديك البلاصة اللي تنقلب فيها تنرجع نقلب ونرجع نقلب، قلت سبحان الله الناس يعني عرفوني بأنني أنا راها تنقلب على الوالدة ديالي. وغريبة غتكون شادي لا سيرو من تما، حيت أنا بقيت كنقلب في مجموعة خمسة ومجموعة ستة ولا شي حاجة. يعني ما لقيتيهاش؟ ما لقيتيهاش. واخا شحال ديال الوقت باش اختفات؟ دابا ما من الأربعاء، من الصوم العشية. الأربعاء اللي فات؟ يعني غير هاد الأربعاء هاد؟ يعني مازال ما أختي ما البوليس ما باقي ما قالوا لنا حتى شي حاجة. ما مشيتي عند البوليس ديكلاريتي بيها؟ ديكلاريتي؟ أه أه، درت رونديس عند شي كوميساريات. أييه. واختي حتى شي نتيجه باقا ما طلعت لي من عند البوليس. ومازال يعني مازال اختي هي دابا المشكله مرا كبيره ومريضه. يعني مسكينه شويه معها ما مستعقلاش. واش هي مريضه فيها الزهايمر ولا ما كتعقلش؟ مريضه، هي اصلا مريضه، تتعاني نفسيا وجسديا، يعني مرض روحي. مسكينه. واخا ورينا عافاك الصوره ديالها. هذه هي الام ديال الاخت اللي معنا، كتقلب عليها حالة اختفاء. كتشوفوا امامكم مشاهدينا، هي لابسه هذه كنتمنى من الاخوان والاخوات المسلمين الله يجازيكم على خير. هذه المراه هذه لابسه هذه الشلابه هذه الكحله، ولابسه معاها الفولان غوص، يعني اللي شاف الله يرحم بها الوالدين اخوتي المسلمين والاخوات المسلمات، يحاولوا يتصلوا بنا الله يرحم بها الوالدين، انه انتم عندكم الزوجات، عندكم اكيد اكيد اخواتات، عندكم امهات، عندكم ديروا بحال الام ديالكم. كيفاش كانت دايره العلاقه بينك وبين الام ديالك؟ هو اختي العلاقه ديالي بيني وبين الام ديالي، بيني وبين عائلتي مزيانه اختي، بيني وبين خوتي وخواتاتي، والحمد لله خواتاتي كلهم متزوجات، والعائله كامله يعني العلاقه بعائلتي مزيانه الحمد لله. الوالده هي عرفتها بينا مزيانه ومرضيه معاها الحمد لله، وباع خواتاتي الحمد لله مرضيات معاها والحمد لله. يعني هي ما عندها حتى شي مشكل من غير انها مريضه. الحاجه اللي صعيبه شويه هي المرض، يعني سبحان الله ملي كتعاني كطير عاوتاني مسكينه، يعني انا ما عرفناش مناش هذا الشيء. هذا كيفاش كطير؟ وسط في رمضان تقريبا، يعني ما استعقلاش كامل، فاقده الوعي ديالها، كان ديرا ما راهي تهضر معاك ولكن سبحان الله راهي في عالم ياسر. ولكن ديتي عن طبيب؟ لا، عن طبيب انايا على اساس باش فيها السبيطار القرب التشارك. اييه. وديتها ودبوا لها شي براوات وعطاوها شي ادويه بحال هكا، وكنت ثاني نشوف واحد الراقي باش يعني هو شي ديال الاطباء، ما خرجت منها حتى شي نتيجه.
علاش انت زعما واش ديتي عند الاطباء تبعتي معاها العلاج اختها تتباع عارف كل المرض اللي عندها كل الامراض اللي عندها مناش كتعاني ماما يعني الحاله النفسيه ما عندهاش التوازن النفسي ديال يعني مشكله سبحان الله حتى الا حاولت تطيح عليك واش كتغيب مره كتغيب كطيح كتنطق هي فاش كتنطق كتنطق سبحان الله داكشي اللي فيها واش كيحاول سبحان الله شنو كتبقى تقول ملي كطيح كتبقى تخرج الشمس من الفم ديالها وكتبقى تخرج مسكينه وكتفيق بنص تقداش ومن سبحان الله من بعد كتستعقل من بعد ما كتستعقل كتقولي ليها يمكن شي مسكينه كتقول لا انا ما وقع ليا والو مسكينه بحكم هذا المرض هذا يعني عندها مرض نفسي وعقل عقلي ياك هادشي اللي بغيتي تقصدي حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم من نهار الاربع ما شفتي ماما ياك واخا قلنا رقم التليفون ديالك عافاك اختي 07 70 50 81. اذا المتتبعين الكرام يعني كما شفتوا معنا هاد الاخت ديالنا يعني عندها الام ديالها اللي اختفات من نهار الاربع كتقلب عليها غادي نوريكم نعاود نوريكم الصوره ديال الام ديالها بالنسبه للناس اللي غيقدروا يشوفوها اللي يقدروا يشوفوها او اللي غادي يساهموا في انهم يعني يقلبوا مع هاد الاخت هذه على الام ديالها نتوما عارفين راه الام اللي خطا علينا راه عندها واحد المكانه كبيره بزاف في قلوبنا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مريضة المشكلات مريضة الله يجزيكم بخير مشاهدينا خلينا لكم رقم التليفون إن شاء الله خلينا لكم رقم التليفون خلينا لكم رقم التليفون ديال الأخت تقدروا تواصلوا معها بالنسبة للناس اللي بغوا يعاونوها يوقفوا معها إلى آخره وهذه هي الصورة ديال الأم ديالها مشاهدينا هذه هي الصورة ديال الأم ديالها اللي كتقلب عليها كانت لابسة هاد اللبسة هادي ها هي كانت لابسه الجلابه الكحله هذه والفولار الفولار دايره هذا اللي في الغوص اذا المشاهدين كنشكركم على حسن المتابعه ونلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر الى اللقاء قبل ما توجهي النداء ديالك بعد ما توجهي النداء ديالك لخوتك المغاربه اللي كيشوفوك الان المهم الله يجازي معنا خير الا شافوا هذه السيده هذه حاولوا يتصلوا بيا او يتصلوا معكم نتوما يحاولوا يديروها بحال الام ديالو بحال الاخت بحال اي حاجه انه هي مريضه مسكينه واي وحده عندها الام وعندها الزوجه وعندها الاخت وعندها يحاولوا يحسوا بينا